السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الفقه حياة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الضيف الدائم على البرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك الله فيكم. أهلا بحضراتكم سيدنا. إذن على بركة الله راح نبدأ معاكم باستقبال مشاركاتكم إن شاء الله بعد 12 إلى 13 دقيقة من الآن. الرقم راح يظهر أسفل الشاشة، في حينها بإذن الله تعالى تستطيعون أن تتصلون وتطرحون أسئلتكم. بداية سيدنا لطفا نريد نتكلم عن للمظلوم صولة على الظالم، وهذا ما ذكر في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، ونتكلم أيضا عن المطالبة بالحقوق. واليوم احنا قاعد نمر بمجموعة من المشاهد الحية لعل من أبرزها ما يجري في فلسطين. تفضلوا سيدنا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في الحال الناس بالنسبة إلى حقوقهم على ثلاث أصناف. نعم. مجموعة من الناس يرون أن حقوقهم مسلوبة، أنه هناك ظلم وقع عليهم ومقهورون من جهة حقوقهم الطبيعية. نعم. ولكن لا يحركون ساكنا. لما تقول ايش فيك، تذمر، انا مظلوم، انا كذا، هذا ظالم اخذ حقي، هذا كذا، ولكن لا يحركون ساكن، يرفعون ايدهم الى السماء، اللهم انصرنا، اللهم اعطنا، اللهم على حال ادفع عنا. هؤلاء في واقع الحال هذه المجموعه او هذا الصنف من الناس يبقون على ما هم عليه، وقد تزداد الظلامات عليهم ولا ينفعهم شيء. ليش؟ لانه الحق لا يعطى، الحق يؤخذ. نعم. الحق يؤخذ، أما تقعد فقط قضية ما أدري كذا. دعاؤه جيد دعاء، ولكن أكو شيء اسمه أنه أنت ظلامتك وضعك على حال مطالبتك بأي شكل من الأشكال لابد أن تصرخ. لا يغير الله، لا يغير الله، ما بقوم حتى يغيروا. هذا قسم. قسم آخر من الناس لا، مظلومين يحسون أنه أكو ظلامة وهناك على حال سلب الحقوق، ولكن انفعاليون، منفعل حسب تعبير العراقيين، هوسة. فالشوفة تأخذ الهوسة وتجيب الهوسة، يحرق هذا ويسد هذا وما أدري، يغلق الشوارع، وبعض الأحيان يتجاوز على الطاقة الكهربائية، ما يتجاوز على المال العام. يا بليش، والله إحنا مظلومين وإحنا مسلوب حقوقنا، فلابد إحنا. هذا أيضا ليس صحيحا. لأنه أنت في واقع الحال مظلوم، صحيح أنا أقر بمظلوميتك، مسلوب الحقوق، نعم أنت عندك مطالبات، بلي، ولكن لابد أن تكون شنو، موضوعي وغير انفعالي، وإنسان ذكي بتخطيط بمنهجية. وهذا أمر على حال نجده في كثير من الأحيان في واقع الحال يفوت البعض، يفوت البعض فرصهم، يفوت البعض حقوقهم بإجراءات غلط. نعم. أنتوا شايفين أستاذ مرتضى، يعني شوف ناس هم على حال مظلومين، هم مأكول حقوقهم، يطلعون مظاهر يريدون يطالبون حقوقهم، زين، ولكن واحد من عندهم يحرق سيارة، يكسر هذا، يصير هو شنو، معتدي، وهو المتجاوز تعال خذوه للسجن. فأنا أنطي ذريعة للظالم أن شنو، أن يظلمني، في حين أنا مظلوم أكثر من هذا، خب ما أحتاج. فهذا الانفعال أيضا ليس صحيحا. إذن الثالث سيدنا، الصنف الثالث هم المسلوب حقوقهم، ولكن يحاولوا أن يطالبوا بحقوقهم بحسب تعبيرنا المعايير الصحيحة،
الأساليب الصحيحة ويتعلقون بحقوقهم ولا يتنازلون عنها، يطالبون بحقوقهم ولا يتراجعون عنها، ويحاولوا بجهد إمكانهم يستخدمون عقولهم في التخطيط، في البرمجة، في على حال في البرامج، في الخطط، ودائما على حال يشتغلوا بشكل على أنه حسب تعبيرنا شلون إحنا نقدر نصل إلى حقوقنا بالشكل المتاح وبالأساليب التي لا ندان بها. أنا ما أريد أجيب هواي، أكو في بالي مصاديق. على الصنف الثالث ملي، يعني شوفوا شقد أكو ناس الآن مثلا دول مهتوكة، دول محتلة، ولكن يجي واحد يسوي عملية مثلا في أوساط مدنيين زين، أو أنه يسوي جريمة في الأوساط المدنية أو المدنيين، في النهاية يشوه سمعته والرأي العام ينقلب ضده، في حين هو مظلوم. فلذلك نحن نقول لشبابنا في مقارعة داعش أنه لا تسووا شيء، أنتم مظلومين وأنتم على حال مكفرين ودواعش على حالهم إرهابيين بكل معنى الكلمة، ولكن لا تسوي حركة ولا تسوي شيء اللي في النهاية تطي ذريعة بيد الآخرين، شوفوه ذولا شون يمثلون بالجثث، شون يعلقون الكذا، شون ما أدري يحرقون الجثث. لذلك شوف أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في قضية صفين أنه لا تمثلوا بالقتيل، لا تلحقوا المدبر، لا تحرقوا زرعا، لا ما أدري تقلعوا شجرا. ليش؟ لأن المظلوم لابد أن يطالب بحقوقه بالطريقة التي تكون عند حسب تعبيرنا عند الرأي العام مقبول. تدرون الآن الرأي العام يلعب دور، الرأي العام يلعب دور كبير. نشوف الآن مثلا الأخوة المظلومين في فلسطين، مظلومين في أفغانستان، مظلومين في بلاد أخرى، على حال بلاد كثيرة بدون تسميات. شوف أنه هالظلامة هذه لابد أن نتحرك بالطرق التي يمكن أن ندين الظالم ونصل إلى حقوقنا بشكل صحيح، نصل إلى حقوقنا بشكل صحيح. أكو شيء اسمه أمم متحدة، أكو شيء اسمه كذا، زين الآن 70 سنة لا أمم متحدة فادتنا ولا القرارات الأممية ولا كذا، ولا عدوهم صلب وصلف وعنجهي لأن وراء قوى كبرى، فلازم شي يسوون الآن، مظلوم شي يسوون. أمير المؤمنين هنا عنده كلمة هواية جميلة، أمير المؤمنين يقول لنا حق، لنا حق إن أعطيناه إذا أنطونا الحق جيد، وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرعة. توصيف جميل إنصافا، يعني سيد الرضي الشيخ بني سيد الرضي لما يعبر يعني يفسر هاي الرواية، ابن أبي الحديد لما يفسر الرواية، شنو يعني لنا حق إن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل؟ شنو معناته؟ أمير يقول أيها الناس المظلومون لابد أن تطالبوا حقوقكم، أعطوكم حقوقكم جيد، ما أعطوكم حقوقكم ترى أنتوا راح تركبون الصعبة. أنا ما أعرف، أنا واقعا أنا راكب جمل، يعني في حياتي بعض الأماكن راكب جمل، أصعب مكان اللي يركب الإنسان الجمل من وين؟ من عجزه، يعني من وراء، أصعب يعني من رقبة تركبها يمكن، من رقبة يمكن، أما من العجز أعجاز الإبل من العجز صعب. يقول أميوني إذا أنتوا تطالبون بحقوقكم وتأخذون حقوقكم جيد، وإلا راح تأخذون شنو؟ راح تصيرون في وضع صعب جدا كصعود الإنسان على الإبل من المكان الصعب جدا. وإن طال السرعة، وإن طال السرعة شنو يعني أميوني؟ يقول وإن طال الليل المظلم، الليل المنكوب، الليل الظلم، ولكن لابد أن تطالب حقوقكم، لا يوم الأيام تقعدون، لا من الأيام تسكتون. وهذا في واقع الحال هو الذي الآن أثبت جدارة.
أن أصحاب الحق لابد أن يقفوا وراء حقوقهم بشكل مستمر وبوسائل شتى، مؤتمرات تشارك، مظاهرات إن على حال نقف، إعلام نطلع، صياح نصيح، كتابات نكتب، شعارات ما أدري ننزل، مطبوعات نألف، أي وسيلة من الوسائل يقول أيها الناس أنا مظلوم. هذا في واقع الحال مؤثر. الذي يجري اليوم في العالم الآن في واقع الحال ظلم بكل معنى الكلمة. وتشوفتوا الآن الغرب بكل وقاحته يعني ينزل قرارات وتعليمات وقوانين فيما يرتبط بالنوع الاجتماعي والثقافة الكذا وضرب القيم الاجتماعية، ضرب الفطرة الإنسانية. يقول يا بتر هذا يضرب فطرة الإنسانية، يقول هذا تعليمات لابد أن تمشي وأنت ما لك حق أن كذا. هتشي نظام اللي في الواقع يريد يفرض عليك إرادة وفكرة وما سمي قيمه، وإنما النظام وإباحية ووضع الخاص يفرض عليك وإن كنت أنت مسلم. هكذا أنظمة لابد أن نقف أمامها. وأنا كان عندي كلام في أيام محرم أنه لابد لنا أن نقف أمامهم ونبين ولا نتعب. هاي مشكلة الأخوة المؤمنين، يتعبون. نعم يتعبون، هذا التعب مو صحيح. لابد الإنسان أن يلقن نفسه أنه أنا إلي حق، لازم يوم من الأيام أوصل وإن طال السرعة وإن طال الليل. أنا اليوم أشتغل قد أنا ما أوصل إلى الهدف، ولكن ابني راح يوصل للهدف. ابني يشتغل يمكن هو ما يوصل الهدف، حفيدي راح شنو. فنحن مطالبون أيها الأحبة بأن نعمل ونعمل. وإلا منو كان يتصور، صدق خليني أقولها بصراحة، منو كان يتصور الآن وضع إسرائيل هالشكل؟ منو كان يتصور؟ كنا دوا رايحة للتطبيع ورايحة لكذا وانتهى كل شيء والجماعة هم. ولكن أكو فتية مؤمنة ومصممة صاحبة إرادة وحسب تعبيرنا وقارين شيء اسمه الحتمية التاريخية. والحتمية التاريخية تقول على أنه الباطل لا يدوم والحق يغلب، ولكن لا بد له من مطالب. المطالب بحقه سيصل وإن كان بعد 70 سنة، وإن كان بعد 70 سنة. نعم تجنابكم قارين عن الثورة البلشفية وشلون اجوا في روسيا وشلون صارت زين، ايش كيف قهروا ناس في الاتحاد السوفيتي وكذا، بس في النهايه بعد 70 سنه فلشت راحت. والان الاسلام والوضع والمساجد في الجمهوريات المختلفه، حتى في موسكو الان مساجد واذان وصلاه. شنو اللي صار؟ انه اشتغلوا الجماعه، ويوم الايام الباطل راح. ورب العالمين، رب العالمين في واقع الحال وعدنا الله سبحانه وتعالى أنه الله ينصر أولياءه. الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. رب العالمين وعدنا على ووعده الصدق على أنه من عمل ومن جاهد ومن استقام فإنه سيصل. والذين هتشي في الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وآية أخرى وأسقيناهم ماء غدقا. الله سبحانه وتعالى عند النظام، عند قانون، عند سنة. وإلا منه كان يتصور؟ وقعا رجعوا قبل سنة ونص سنتين أو سنة ونص ما أدري في قضية أفغانستان، شلون ما يعرفون شلون يشردون من 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 أفغانستان. شفتوا المناظر شلون؟ يعني حسب تعبيرنا بس يريد يخلص نفسه وهو رأي، وهو على حال جيش أعظم دولة بالعالم. هذا يعني ماذا؟ يعني الإرادة التي تكون قوية ومستمرة يوم الأيام، حتى لو كان القيصر الرومي أو كان على حال الكسرى فارس ينكسر، لأن محمد صلى الله عليه وآله صاحب حق. فإذا جاء الحق، إذا جاء الحق زهق الباطل، وكان الباطل زهوقا.
فأيها الأحبة، هذه بشارات إنصاف، هذه بشارات على أنه تعالوا اشتغلوا، تعالوا كونوا على مواقفكم ومواقعكم، لا تعطون حسب تعبيرنا الدنية، لا تعطون من أنفسكم شنو نقطة ضعف. الذي أفشل مشروع أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه هم الضعفاء النفوس اللي اشتروهم، معاوية اشتراهم، فلان اشتراهم، وكسروا جيش الإمام الحسن. واقع هذا. رسول الله صلى الله عليه وآله لما يتألم يقول له يا رسول الله شنو اللي أذاك، شنو اللي شيبك؟ قال سورة هود. ليش سورة هود أشيبك يا رسول الله؟ قال لأن فيها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أنا أستقيم بس هذول اللي تابوا معاي شلون أجرجرهم؟ القائد قد يستقيم ولكن جماعته قد يخذلونه. فنحن بحاجة أيها الأخوة، أولا الاستعانة بالله والتوكل عليه، والقدرة عنده، هو القادر على كل شيء. ثانيا إذا رأى منا الصدق ينزل علينا شنو؟ النصر. رب العالمين هكذا وعد الصادقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى صبح الفجر في بلاد المسلمين، وأن يعيش المؤمنون والمسلمون في بلادهم بعزة بكرامة، وتطهر هذه الأراضي الشريفة القدس الشريف ومناطق المسلمين من براثن الفاسدين والغاصبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون ذلك اليوم بعيدا إن شاء الله. إرهاصات الفرج القريب إن شاء الله. اللهم آمين. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا، ونسأل الله تعالى النصر إن شاء الله لإخواننا الكرام في فلسطين، وأن يبعد عنهم يد الظالم إن شاء الله تعالى. نأخذ أول المشتركين والمتصلين. من؟ وسن أختي الكريمة تفضلي. تفضلي أختي. أخت وسن يانا على الخط. ألو. تفضلوا بنو يانا. براد أحمد سعيدنا. بس عفوا اسم حضرتك أخويا. وسن حيدر. تفضل. ولد سم ولد. حياك الله، نتشرف بك، تفضل. حياك الله، حياك الله. بلا زحمة، أقدر تويسي؟ يسمعك سيدنا. أنا أسمعكم حبيبي. شلونك سيدنا؟ إن شاء الله صحتك. حياك الله، بارك الله فيك. سيدنا بلا زحمة، أنا متزوج. نعم. وأطلع يعني شغل محافظات مرات، ما داخل محافظة مالتي، فبغيابي صارت مشكلة بين زوجتي وأخوي. نعم. على أساس بأنه هو مغتصبها، أشخاص يقولون بإرادتها حسب قولها، على أساس هي قالت لهم، قال الأشخاص الأهلي بإرادتي خلتها يغتصبني، وأكو أشخاص يقولون لا مغتصبها بدون رضاتها، وأنا ما أعرف هسه، وهي صارت مشاكل وهي زعلانة عدالها. زين أنا هسه إذا أردنها تبقى زوجتي حلالي، أو إذا أطلقها حرام، يعني شنو الحل؟ أريد نصيحة السيد. أخويا أنت اتصلت بالحلقة السابقة صح؟ لا لا، هاي أول اتصال اللي ما أعرف. تحياتي لك. أقول لي نعم. أخوك شو يقول؟ موقف أخوك شنو؟ أخوك شو؟ هذا أهلي أبوي الله يحفظه ولا غير محافظة، يعني سوى الجلوي والجلو غير محافظة. وأنا حتى ما اصطبعت بأخوي. زين أنا حاير. لا اسمعني أخوك. أخوك. زين أنا زوجتي حل. قضية زوجتك راح أبين. أما قضية أخوك يعني تطلع من عنده هيك سالفة؟ نعم نعم تطلع من عنده. تطلع من عنده. لأن أخوي مو قشادمي. يعني إنسان عليه حال. زين خير إن شاء الله. اسمع الجواب أخي الكريم، تحياتي لك وشكرا جزيلا وأعانكم الله. فضل سيدي. نفس الكلام الحلقة السابقة، يعني واقعا إحنا هم أريد نعيش حالة من الأريحية. شوف تجينا هالشكل أسئلة تكدر، يعني تكدر نفسيتنا. شوف حبيبي، وهذا بينته في الحلقة السابقة، أنه هذا التداخل العائلي، الزوجة بين أخوة زوجها وكذا، وهل هذا فيها مساوئ جدا، وأنا جاء أتكلم بشكل واضح. لا تقول سيدنا أنت تريد تفرق الأسر، لا، لأنه تجمع في بيوت وغرف وكذا بهالطريقة، وهل إثارات الموبايلات والمواقع هاي كلها
محركات سواء للفتاة أو للشاب، فلا بد أن إنسان يكون على يعني يراقب الوضع بشكل جيد، على حذر كبير، وخصوصا الذين يبتعدون عن بيتهم كالقوى الأمنية 10 أيام في العمل و10 أيام يرجع، هذا لابد هو يكون دقيق ومراقب ويمنع شيء اسمه التواصل وفيسبوك وإنستغرام وهالسوالف. واقع أنا أدعو المؤمنين أنه نساءهم وزوجاتهم يحددوا هذه القضايا بشكل كبير فيما يرتبط بالتواصل. هذا التواصل ليس صحيحا بشكل مطلق. أما زوجتك أنت تريد ترجعها تريد كذا، ما أدري يعني. أنا شخصيا لا سمح الله إذا هتشي مشكلة بالنسبة لي، أنا هالشكل مرة في واقع الحال أتوقف في أن أعيش معاها. يعني شنو هذه مختصب؟ يعني شنو مختصب؟ وليش سكتتي طول مدة؟ لا هي تقول بالعكس برضاها. أكو يعني هذا الكلام لابد أنه إنسان يضع حد. هالشكل امرأة خائنة، هالشكل امرأة على أي حال تطلع عن الطريق، أنا ما مستعد أنه أأمن عليها. الإنسان شوفوا الإنسان من يطلع عن الطريق ما يخاف الله وضميره ميت، أنا ما أقدر أأمن أنه باكر ويا واحد آخر ويا واحد ثالث ويا عاشر وشلون يعني. فحرام طلقها؟ لا مو حرام طلقها، تريد ترجعها يجوز إرجاعها، ولكن أنت لابد إيش قد عمرك؟ أنا ما أدري إيش قد عمرك، بس أنت لازم أنه تروح تبحث القضية مع مستشارين اجتماعيين، مع على حال أخصائيين في علم النفس، أنه أنا شلون أتصرف في هالشكل مرة بهالطريقة تقع في عمل قبيح كهذا العمل الذي ذكرته. لابد أنه تكون إن شاء الله متأني. أما لا إشكال في الطلاق أصلا ولا إشكال في إرجاعها أصلا، ولكن القضايا الاجتماعية حافظ عليها. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا. الله يحفظ مجتمعاتنا من كل سوء إن شاء الله تعالى. بعدنا مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام. عندنا اتصال من نأخذ رسالة صوتية، تفضلوا. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام. إن شاء الله بخير. أنا عمري 20 سنة، صار لي فترة طويلة يعني من أنا وصغيرة أصلي وأصوم وأقوم الليل وأقرأ قرآن، يعني الحمد لله ملتزمة بشكل صحيح وإن شاء الله أطمح للأكثر. بس عندي خلل واحد إنه كل شيء عاني منه خلاني أبكي وتعبت نفسيتي منه، وأنا أفكر وأحس كل شيء ما راح ينقبل بسبب هذا الخلل اللي عندي. إنه من أنا وصغيرة والحد الآن من أدعي الله أو أقول الله أو من يجي على بالي الله سبحانه وتعالى يجيني بشكل مو حلو. يعني أنا هذا الشيء ما جاي أقدر أوخره من بالي، إيش قد حاولت أوخره، قد حاولت إنه الله ما إلى شكل محدد، ما حد يعرف شكله وأقنع نفسي، بس ما جاي أقدر، كلش جاي عاني من هاي السالفة. تحياتنا الأخت الكريمة صاحبة الرسالة. قبل الجواب على سؤالها نأخذ اتصال من الأخت أم فاطمة وإن شاء الله نجاوب على السؤالين. تفضلي أختي أم فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال عندي لك سيد. تفضلي. أنا ما في خواتي، إذا متيت ما أريد سنة رحمة يوفون على بناتي ويدفنوني، هذا قطعت سنة الرحم دولا. من اللي ما ترديهم يوقفون على الجنازة؟ ولد عمي لأن أنا ما عندي رجال بالبيت، ما عندي يوقفون على جنازتي، هم ما يعرفوني بالدنيا، بالآخر يعرفوني من أموت يرجوني. زين أم فاطمة أختي، ممكن أسألك السؤال؟ قول. أنت متأذية منهم لموقف معين صار لو لأنه هم قاطعين الرحم عنك وما مساعديك ولا مدنين ومغتربين وشايفين أطفالك؟ رحت لهم المواقف وما وقفوا لي. نعم. أي بقى أقول أنا قطع أسرة الرحم لولا. إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة. تحياتنا لحضرتك ومع ألف سلامة، في أمان الله. نرجع لسؤال الأخت اللي قبل أم فاطمة سيدنا، واللي هو أثناء دعائها من طفولتها البنت هذه تقول أتصور الخالق بطريقة غير جيدة. شوفي بنتي، هناك آيات في القرآن الكريم على أن الشيطان ينزغ للإنسان، ينزغ يعني يعطي إيحاءات وينطي على حال تصورات معينة يجعل يتماشى مع الشيطان. الله سبحانه وتعالى عدة آيات أكون، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن
إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وفي آية أخرى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إذا أجدتك إيحاءات غلط من الشيطان فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بنتي الكريمة، بنتي العزيزة، هذا النزغ الشيطاني، هذا الإيحاء الشيطاني ابعديه عنك أولا بذكر الله، ودائما قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا حسب تعبين الإيحاءات الشيطانية تبتعد عندما الإنسان يقترب إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا لا تسمحين لنفسك يعني أنه تتقبلين هاي الحالة، يعني دائما تذمري منها، استعيذي بالله وتكوني على وضوء، حاولي أن تقرأي القرآن، سورة آية الكرسي آية كلش مهمة. نعم. في قضية إبعاد، إبعاد حسب تعبيرنا المكدرات النفسية، هذا جدا مهمة تحفظ الإنسان، والله سبحانه وتعالى يوفقك. وهذا الأمر لا تتأذين كثيرا، اللي هي من وساوس الشيطان ونزغه، فإن شاء الله أنت غير مكلفة بها ولكن حاولي أن تحاربيها. نقدر نقول سيدنا للأخت الكريمة صاحبة الرسالة أنه لا تأثر على عباداتها وخليه كأنه لا لم تسمع شيئا ولم تشعر بشيء. أستاذ مرتضى يجي واحد يقول سيدنا أنا كل واحد بقلبي يسب الله، يسب الله، يسب الله، يشتم الله، وأنا شو أسوي سيدنا؟ يعني يجي بقلبي يقوم يشتم الله. قلت له هذا نزغ، هذا هو نزغ، استعذ الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكمل عبادتك لا تلتفت. أحسنتم يعني. ولذلك الإمام إبن يقول إذا جاكم هذا النزغ الشيطاني قوموا صلوا، قوموا صلوا، توضوا أوقف صلي، فإنك لو سجدت فيمرغ الشيطان نفسه، يمرغ أنفه بالتراب، يقول أنا أجره هو يروح الله. ما يؤثم الإنسان سيدنا؟ لا 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 يؤثم، لا يؤثم طبعا. ولا يؤثم. هذه نقطة مهمة أختي الكريمة، إذا عرفتيها وحسيت بها فما راح تلتفتين لهذه الوساوس إن شاء الله تعالى. أم أسامة تفضلي أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤالي سمحت السيد، أنا عند طفل مربيته عمر 4 أشهر. نعم. زين إذا رضعته جنت أختي، يعني رضعته صحيحة ومستقبلا يعني يصير ابني أنزع حجابي قدامه. جنت أختك؟ جنت أختك يعني شنو؟ يعني زوجة ابن يعني أختك. يعني ابن أختي زوجته، يعني لحظة عفوا، ابن أختك أنت خالته، فهو راح يصير ايه؟ راح يصير شنو؟ ابن أختك، شو راح يصير؟ نعم سيدنا. بس رضاع كامل، رضاع كامل يعني 24 ساعة كاملة بس يرضع من هذه الامرأة، ما يطو ايه؟ أكل، ما يطو أي شيء. ايه؟ واضح. زين سيد، ومستقبلا يعني انزع حجابي قدام ابني. هسه تسمعين الجواب يا ام اسامه، تحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا. سيدنا ام فاطمه اللي تقول موصيه اخواتي بعد وفاتي ولد عمي ما تريدهم، يعني ولد عمها ما تريدهم يوقفون بجنازتها. متأذيه انه خاذليها. نعم. وعلى حال ما واقفين وياها، ما مساعديها. طبيعي اختي، يعني ايش قد احنا بحياتنا وقرايبنا ناس ما يديرون بال، ولكن تعاليم الإسلام تعيشوا فيها. تعاليم الإسلام شو تقول؟ نعم. صل من قطعك، أنت أوصليهم، أنت سلمي عليهم، أنت كذا. تقول سيدنا ما وقفوا لي بالدنيا، لا يوقفون، هم خسروا. اللي ما يوقف مع صاحبه، واللي ما يوصل رحمه، واللي ما يساعد الآخر، هو خسران، هو خسر. أنت ليش تخسرين؟ أنت كوني ربحانة. ليش؟ شون ربحانة سيد؟ لأن أنت لما تصلين من قطعك تؤجرين ويزيد في عمرك. عندنا رواية أنه من وصل رحمه كما قالت الزهراء في خطبتها، وأنه أمرنا بصلة الرحم فإنها منسأة في العمر، منسأة يعني زيادة في العمر. عندنا رواية 30 سنة الله يطول عمره. فأنت سوي شيء اللي الله طالبه من عندك، أنت كوني إيجابية، وهي الحالة السلبية اللي من جانبهم لا تأثر فيكي. إن أساءوا، إن أساءوا فادفعي سيئتهم بمن؟ بالحسنة. بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. أحسنتم سيدنا حسين، تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك مولاي، أخبارك؟ حياك الله، بارك الله بكم. سؤال بسيط بلا زحمة. تفضل. أكو تطبيق بالهاتف. نعم. اسمه سنتات.
اسمه شنو؟ سنتات. زين. هذا التطبيق بمثل أسئلة. نعم. أسئلة مثل جدول الضرب أو المعركة الفلانية أنا وقعت أو مثل معلومات عامة. نعم. أسئلة يعني عامة. نعم. وبعداد يعني يستاذ كل 24 ساعة يستاذ يجمع النقاط، يعني أجمع النقاط من العداد وأجمع النقاط من الأسئلة اللي يعني هاي أي أسئلة عادية. زين. لا بمشاهدة للدين والشرع غير لائقة، ولا بي يعني ترويج الشخص يعني غير لائق، ولا طيب. بي يعني مثلا وينطيك فلوس. يعطيك نقاط. نقاط. النقاط أحولها أما رصيد آسيا وأثيرا وزي كاش. جيد. هذا خوش تطبيق. حلال أم حرام؟ ان شاء الله تسمع الجواب اخويا حسين. اسمع على التلفزيون ان شاء الله. إيه نعم نعم تفضلوا سيدي مباشره اجابه على الاخ حسين. شوف عين يا ابو علي، ليس كل موجود كل ما هو موجود في الموبايلات والاجهزه هو سيء. انا هذه جهازي الله يعلم، تحضيرات دروسي ومحاضراتي وقضايا كلها من هذا، لانه كل الكتب بيها وكل المكتبات بيها. فلما نتكلم عن الموبايلات لا يعني انه شر مطلق، فانه في الموبايلات اكو تطبيقات سهل، تطبيق المجيب اللي احنا على حال نعم. ندعو الشباب انه ينزلوا هالتطبيق ايضا بمعارف الدين. فليس كل تطبيق غلط وكل ليس كل تطبيق حرام، فاي شيء اللي فيه تنميه معلوماتيه، تنميه ثقافيه توعويه ممتاز، ثقافه صحيه، ثقافه اجتماعيه ممتاز جيد. سيدنا مو يعطوني درجات، خذ درجات جيد، بعدين ينطوني عليه ممتاز. هذه يعني مشاركة كأي مسابقة من المسابقات اللي تعطى جوائز فيها، لا إشكال في ذلك. أحسنتم. محمد تفضل أخوي الكريم. السلام عليكم عيوني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا بشار. حياك الله يا أهلا وسهلا. حياك الله مولانا بارك الله. تفضل محمد. السؤال بلا زحمة عندي. السؤال نعم. نعم. أنا عند زوجتي ما أصلي. منو عفوا؟ أنا ها زوجتي. زوجتك ما تصلي، بس نصيل التلفزيون الله يخليك، اسمعني بس من التليفون. أنا نصيل يعني نصيل كلش. تمام. زوجتك ما تصلي. نعم. إيه أنا شوي يعني أبوز من ما صلي تعرف معي شوي، أنا أبوز من هذا الشيء يعني متأثر. نعم. لا أقدر أعاقب أبو خالف الله سبحانه وتعالى ما يقبل. نعم. إيه طال بعد ما شو الحل اللي أسويه؟ ان شاء الله تسمع الجواب اخي الكريم. زين انت حكيت وياها اكثر مره، نصحتها حاولت وياها؟ اه دائما انصحها احاكيها اقول لها ما السلام ما تفيد تفيد شريك. زين فما تستجيب؟ يعني قلت لها ما السلام الا شاي مو الي ما تستجيب. بركه صار بيتنا عائلتنا شوي تتعلم من يمين تكثر من يمين تعرف هذا الرجال رب اسره تعرف يعني ما اقدر اسولف بالبيت اكثر. محمد عندك أطفال؟ أنا عندي أطفال نعم. كبار صغار أعمارهم؟ والله كبير عمره 11 سنة. يصلي؟ وده يحاول ياهم يعني تعرف شوي شوي ما بقدر أعلم خافهم والخام بدون الصلاة. بارك الله بيك، شكرا جزيلا، إن شاء الله تسمع جواب السيد، تحياتي لحضرتك. قبل جواب الأخ محمد سيدنا كان عندنا سؤال من الأخت أم أسامة اللي هو الطفل اللي مربيته. وزوجة ابن أختها ترضع تقول بعدين يصير حل عليه؟ ابن أختها هي خالته يعني. نعم. خالة ذاك الولد، ذاك الولد زوجته لما ترضع هذا الولد يصير أمه وابن أختها يصير أبوه. نعم. فهي خالة أبوه. نعم. إذا كبرت تنزعين حجابك ما في مشكلة، يعني أنت خالته الكبيرة انصحتها بس كن رضاع كامل يعني. بل رضاع كامل، وأرجوكي أرجوكي الآن ارجعي في شروط الرضاع الصحيح، أن يكون يرضع الطفل من الصدر مباشرة، مو بالرضاعة وتحلب له، لا لا من الصدر مباشرة، هو يمص مو أنه تخلو له بالغاشوقة وكذا. ثانيا أن ما يأكل شيء وما يتغذى إلا من الحليب، مو شيء لمدة 24 ساعة شوربة وما شوربة وكذا. هسه 24 ساعة وبعض الفقهاء يقولوا 15 رضعة مشبعة، 15 مو ترضعة وبعدين هالشكل، لا مشبعة ينام ويرتاح وحسب تعبيرنا الطبطبوله ويتجشع ويدريع وبعدين هالشكل يعني مشبعة. زين ثمان شروط شوفوها فيما يرتبط بالرضاعة. أحسنتم سيدنا حسين. تفضل أخويا. مولاي العزيز. تفضل عزيزي أنت. لا
من سالتك يعني على قلت لك على اسئله هاي قلت لي ما بيسي بس يعني العداد هذا العداد ما شرحت عليه العداد انه انت كل ما تبقى وقت اكثر على التطبيق ينطيك فلوس او رصيد اي وهاي الرصيد احاوله يعني زمن يقيس الزمن اللي تبقى عليه وبعدين يحول لك رصيد هن النقاط بعدين انا احولها لهم راسي او اسيره وزين كاش شكرا لك تحياتي لك تفضل سيد اذاعتكم تعقيب يعني هي هذه يعني يردون يسحبون الزبون المستخدم يردو ان يكون اكثر في التطبيق كل ما يكون اكثر بالتطبيق هم عندهم شنو عندهم حسابات يعني عبر القضايا الاخرى يحصلون على مردودات كثيره يعني فهم ينطون قسم من عندها لك هي قضيه يعني تجاريه لا اشكال فيها لا اشكال الاخ محمد بس قبل لا نجاوب عليه جانا اتصال حسين تفضل لو فقدنا الاتصال فقدنا الاتصال محمد سيدنا يقول زوجته ما تصلي وهو كلش متألم يقول شلون أنا أقدر أعاقبها مثلا شنو الحل يقول ما أقدر أعاقبها شنو الحل كان عندي برنامج على إحدى القنوات فيما يرتبط بالزواج ولا زال يعني كل أحد عندي برنامج نعم عن الزواج وآداب الزواج ويعني تعليمات في هذا المجال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوصي الشباب أنه تزوجوا المؤمنة المؤمنة العفيفة الخلوقة فإذا امرأة هي في الواقع ما مؤمنة ما ملتزمة ما تخاف الله يعني المرة اللي ما تخاف الله شلون أنا أقدر أمن يعني اللي ما يخاف الله هل يخاف من شيء نعم هل يخاف من شيء فأقول لي بابا إذا أنت تخافين من الله تخافين مني تخافين من الآخرين الشيطان يأخذك بعدين يأخذك وأنا شلون أأمن عليك أنت تربين أولادي على الدين شلون أأمن عليك فلذلك لابد الإنسان أن يبين ويبين ويبين ويضغط يضغط في هذا المجال على أنه أنا ما أقدر أعيش مع وحدة هي في الواقع فاسقة فاسقة سيدنا بلي فاسق من ترك الصلاة متعمدا فهو فاسق وفي روايات أنه كافر فلا بد أنت على حال حاول وجهد إمكانك بشكل أو بآخر وما أريد أجيب بعض كلمات وكذا في هذا المجال الفقه الإسلامي بكلام شوي قاسي طيب تحياتنا أخ محمد نأخذ اتصالنا للأخت أم حسين أختي تفضلي شلون سيد حياكم الله أنا ذاك الأسبوع خابرت نعم أنا بالدعاء ما حصلته وبالفراغ ما حصلته ذاك الأسبوع خابرت على مود البيت نعم مال بالسبعينات مال مواني مال عندي عيدينا السؤال بشكل سريع الله يطيش العافية قالوا مستفسرين هو كان الولد متزوج أختي وشت موعدنا عندنا كان موجود ومن ما تزوجته راح البيت أخوه البيت بقى باسمه اي والبنية ظلت عندنا عمرها 5 سنين رفعناها احنا كبرت وخذها زوجها اختصري لنا أم حسين الله يطيش العافية السؤال وين السؤال أريد أن استفسار من السيد الله يطول عمره ويطيل عافية ويوفقه الله يسلمك شو اسمه على مودة هو ذيك المرة راد يدوره قبل لا يموت باسم أخوي بس هذا ابنكم اجابه وجه قال له انت ما شو اسمه انت لا تدور علمهم يطولك 50 مليون يا الله تدور علمهم هاي قبل لا يموت بس سمعيني ام حسين سمعيني بيت نعم. بيت هو شرعا مو له بس سجلوه باسمه نعم. لسبب اسمه اللي صار هل احكي ام حسين الله يخليك فسجلوه باسمه حتى يخلصون من شيء معين واليوم ما يرضون يرجعوا لكم اياه تمام صار واضح ان شاء الله تسمعيني لا لا وبعدين يريدون يدورونه ما قبلوا المحامية قالوا يمطون 10 ملايين نعم يا الله ندوره لكم الحاكم ما قبل إلا جابوا البيت مرتين حضرت تمام ووقعت وقالت لهم أنا البيت أنا هو مال جدي أنا أثناء تسمعين الجواب إن شاء الله يا أم حسين شكرا جزيلا على اتصالك تسمعين الجواب الآن راح نجاوبك إن شاء الله تفضل اسمك حياكم شوف حجية احنا جاوبنا سيدنا بوقتها بس الأخت ما سامحت عجبنا وهي على حال الله يحفظها تحب شو اسمه شوف حجية الله يخليك هو مال جده البنية البيت مال جده وخلوه باسم
واحد آخر، بس هذا الآخر منه عمها خالها ما أعرف، خلوه باسم واحد، يابا هذه مع هاي الطفلة ما خليه باسمك، ويوم الأيام إذا كبرت خليه باسمها ما يخلي. إلى أن هذا كبر الرجال وعلى حال يريد يموت، وراد يخلي شنو، يخلي البيت باسم الطفلة هاي باسم البنية. قالوا لا لا، أخذ فلوس 50 مليون حتى هذا، هل يجوز؟ لا ما يجوز، هاي بيت البنية ولازم أنت تحوله مجاني. نعم مصاريف النقل، مصاريف الرسوم وكذا من يعني منها تأخذون. الآن تقول جاي البنية هي جتوقع بكل إرادتها وبكل شعورها وبكل كذا أنه يا جماعة أنا ما أريد هذا البيت، أريد أتنازل عنه، يجوز؟ نعم يجوز. ما أريد هذا البيت، الطول للأيتام، الطول للأرحام، الطول أي واحد، فيمكن للإنسان أن يتنازل عن حقه، ويمكن الإنسان أن يطالب حقه، هذا حق، والحق يؤخذ أو شنو أو يعطى. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا. نأخذ اتصال لو رسالة صوتية. لا، جاوبنا على كل الأسئلة السابقة، ما عندنا أي شيء تأخر، فنأخذ رسالة صوتية. السلام عليكم. عندي فد سؤال إذا ممكن. أنا كنت مشتركة بكفالة يتيم أنا وأختي، ورا فترة تقريبا سنة ونص رحت تتوفى واحد من أقاربنا، فرحت شفت عائلتهم حالتها كلش تعبانة، ويعني بمعنى كلمة يتغدون ما يتعشون، فقلت الأفضل إنه يعني أقطع من كفالتي يتيم وأنطيهم، لأن أقاربي هم أولى بالمعروف وكلش أقاربي، فهذا يعني منو أولى بها، اليتيم أو أقاربي؟ شكرا جزيلا للأخت الكريمة، تحياتنا لها، والله يبارك بيها ويوفقها لفعل الخير، ويا ريت أصحاب الأموال الطائلة يفكرون مثل ما تفكر هذه البنت. تفضلوا سيد. أي الحمد لله، يعني حسب تعبيرنا لو خليت لخربت، أكو ناس طيبين، أكو ناس أهل إنصاف. هذه البنت تقول أنا أريد أدعم، ولكن أدعم من؟ أدعم أقربائي أو أدعم هذا اليتيم أو هؤلاء الأيتام؟ في واقع الحال أختي الكريمة، عندنا روايات أن الأقربون أولى بالمعروف، يعني أنا أمي تحتاجني، أروح أنطي للغربة أو أنطي للبعداء؟ لا، أمي أولى. ولكن أكو شيء يمكن الإنسان أن يوفق، شون يوفق؟ أنا عندي مثلاً مقدار 100,000 دينار، أقدر هذول أنطيهم مقدار هذول مقدار، يعني يمكن الجمع بينهما ممتاز. ما أمكن، الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، الله ما يكلف الإنسان إلا بحسب قدرته وحسب إمكانياته. ولكن اعلمي أيتها الأخت، اعلمي، وهذا بيّنت في يوم الأيام وإنصافاً رواية أثارت اهتمام الناس، أن الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان على نيته، نيتك أنه تساعدين هذا وما عندك، تكتبين من المنفقين، تكتبين من المحسنين. صدق هذا يعني عجيبة، الرواية تقول أنه رجل يحشر يوم القيامة، فيفتح كتابه، يقول اقرأ الكتاب، يشوف أنه باني 50 مسجد، يقول يا رب، هو يا رب أني لم أبني مسجدا، أنا أصلا ما عندي. قال أنت كنت تتمنى ذلك، فلما ترى مكانا أن يا رب لو كان عندي مال لبنيت مسجدا، لو كان عندي مال لبنيت، كل أمنية وكل إرادة كتبنا لك ثواب بناء المسجد. فهذا أمر طيب، على حال نية المرء خير من عمله، الإنسان ينوي الخير وإن كان ما يقدر، رب العالمين على حال يعرف نية صادقة يعطي أجر. أحسنتم سيدنا، فهي تقدر تختار أو تجمع. بعدي أحسنت. أم علي تفضلي أختي الكريمة. نعم تفضلي أختي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. حياكم الله سيد عيد سكمان. تفضلي أختي. أنا زوجي يشتغل بمحل ما صيرفه. شلون يشتغل بمحل شنو؟ ما صيرفه. نعم نعم. ياخذون حمولة على الأعمال يعني. بس علي صوتك، الله يخليك، ما علي صوتك مو واضح، علي صوتك وانت تحشين. نعم. ياخذون يعني على حوالي مبلغ. نعم. بس هو مو شريك يعني بالمال، هو يعني عامل وياهم. نعم. فهل راتبه لا حمام
زين اذا بإشكال انا شنو اجاوب؟ واضح بابا واضح. واضح سيدنا، شكرا جزيلا لاختي الكريمه. اطفال عندهم هاي اللعبه مع اللودو، يعني مو بالاطفال يعني بالدار بالبيت، هاي حلال حرام والدار يعني يلعبون. شنو هي اللعبه؟ شنو هي هاي اللودو اللي فيها زار وحي زار؟ نعم يعني مو بالاطفال، لعبه بالبيت انا وياهم زمينه. نعم هذه فضلت الزار حلال او حرام؟ واضح، أنا راح أبحث عنها سيدنا حتى ممكن نراويها الحضرات. شكرا جزيلا للأخت أم علي، شكرا جزيلا. سيدنا سؤال الأول كان عن الصيرفة وزوجها اللي يشغل بهذا المحل. شوف يا بابا، أكو بالإسلام شيء اسمه الحوالة، أحكام الحوالة. شنو الحوالة؟ أستاذ مرتضى يريد من عندي فلوس، يريد من عندي فلوس، واضح؟ فأنا شنو اللي أسوي؟ أنا قاعد ببغداد، أطيل واحد أقول له إذا ماكو زحمة وصل له الفلوس. هذا الأخ اللي يحول الفلوس اللي يسموه اللي على حال العامل هالعمل الحوالي، هذا يأخذ أجور. يقول يابا أنا أخذ أجر. شنو أجرك؟ أجر على أنه حق الزحمة مالتي، أنا فاتح مكتب وتليفونات وكهرباء وعمال، فأخذ أجور، أجور الحوالي لا إشكال في ذلك. أجور الحوالي لا إشكال في ذلك. سؤال الثاني سيدنا، يعني لا تتأذين أنه زوجك يشتغل، ما في مشكلة إن شاء الله. هي لعبة لوحية اللي سألت عنها مخصصة لشخصين أو أربعة، المهم بها قطعة نرد اللي احنا نسميه زهر أو زار، وكل لاعب يحرك القطع من خلال هذه الحركة، يعني مثل الدوز حسب تعبير أو نعم. مثل الحيو درج. إن شاء الله تعالى ما في إشكال بدون مراهن أو فلوس، كذلك الأمثلة اللي ذكرتها حضرتك. إن شاء الله تعالى. أحسنتم سماعت السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به سيد. سلمك الله تعالى بارك الله. احنا ندعو المؤمنين أن يدعوا للمستضعفين، يدعوا للمقهورين، يدعوا للمنكوبين من على حال الجرحى والمعوقين والذين على حال بيوتهم هدمت بقصف أعداء الإنسانية، الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويفرج عن إمام زماننا إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. أحسنتم سيدنا، شكرا لكم إخوتي الكرام، نلتقيكم إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل، لا تنسونا في